شوفي أسماء شو ليه عم يبكي؟ كأنه عم يجعو شي يا سلطانة، ما كان ينام. ليش ما طلبتي الحكيمة؟ ليش ما قلتي لها تجي تشوفه؟ أنا بعتت خبر وراها وقالوا لي إنها رح تجي. لا توقفي هيك، تحركي روحي جيبيها. بس يا روحي خلص لا تبكي. روح نفس نزار آغا، رجع رجع، لأنه نحن لازم نلاقيها بأسرع وقت. رجع رجع لورا، روحي. شو المصيبة هي؟ تعي تعي، أنا ما بسمح لأي حدا يكسر كلامي. إلي شو رح نعمل هلا؟ يا أغوات يا حراس تعالوا ساعدوني بسرعة. لك شو هذا اللي سويته؟ اوعك تفتحي دمك بكلمة، والله بموتك بأرضك. ها شوفي شو عم بيصير لك هلا. وقت أسألتك أنت كمان ما أنك شايف المرأة؟ ثم الأغا اشرح لي فورا شو ساويته بالبنت عفيفة خانو. نحن والله ما لنا علاقة بشي ابنه، شفناها بهذا الوضع وكنا أخدينها على الحكيمة أنا وكوسر. لساتها عايشة؟ الحمد لله أنها لساتها عايشة. ها الحمد لله فتحت عيونها. نادية نادية احكي لي شو صار، مين اللي سوا فيكي هيك؟ لا تخافي يا بنتي، قولي نادية. شربوه الصبح معلقة من هاد. طيب ماشي. سلطانة فيكي تروحي. أسمع نيمي بتاخده. سلطانة شو كوثر؟ لتكونوا ما قدرتوا تعملوها. واصلون الخبر يا سلطانة، عفيفة خانوا مقيمة الدنيا ومقعدتها، انكمشنا قبل ما نطلعها للبنت. الحمد لله انه البنت من خوفها ما حكت ولا كلمة عنا. قصدك انه الله سترنا مو هيك يا كوثر؟ هلأ المهم يا سلطانة انه عرفنا مين هي. طلعي لبرا، لا تخليني اشوف وشك. وصلنا باللحظة الأخيرة يا سلطانة، كانوا رح يقتلوها للبنت المسكينة لو ما لقطناهم. عنا خبر يا عفيفة خانم، وهالبنت نحن اللي بعتناها. كيف يا سلطانة؟ معقول تكونوا سبب بموت بنت بريئة؟ مشان فيروزة مستعدين نضحي بكل الموجودين بالحرم لك. سلطانة كيف هيك؟ ناهد دوران معها حق عفيفة خانم. بس يا سلطانة نادية مثل فيروزة كلهم حرموا لجلالة السلطان، وحماية الحرم لك مهمتي. انتي سويتي اللي عليكي وحميتيها منهم. كان ممكن تنقتل. سامحوني بس أنا مستحيل كون جزء بهيك لعبة يا سلطانة. مو هيك الموضوع، بكفينا تعرف هيام إنه نادية عم تروح على الخلوة، وحتى خدوها للبنت على مهجع المفضلات مشان يشوفوها الكل. فكرة منيحة يا سلطانة، أنا بعرف هيام شو حتساوي. بتوقع حتستنى روحة السلطانة على الحملة لحتى تخفيها. سلطانة ما بصير. اسمعيني عفيفة خان، لنخلص من هيام ومشاكلها فيروزة هي الطريق الوحيد. نحن مضطرين نستمر بهاللعبة لحتى يرجع مولاي السلطان ونحمي فيروزة. وقفي معنا. سلطانة قالوا لي إنه جيهان جير وضعه مو منيح. طول الليل ما نام، بس الحمد لله خف وجعه الصبح وصار أحسن. حروح شوف. سلطانة من بعد إذنك بتجي بتشوفيه بعدين، لأنه من شوي نام. طيب ماشي. لأنه حضرتك عندك شغل أهم من هالشي، يعني مثل حماية الجواري.
هاي المشكلة. هون بالحرملك مستحيل الواحد يقدر يخبي شي. بالحرملك يا سلطانة ما في سر. ما تقربي صوب نادية يا هيام. والله إذا بينمس شعرة منا رح تكوني أنت المسؤولة. هي ما بتسوى شي يا سلطانة. شلون ما بتسوى شي؟ وقدرت إنه تخلي جلالة السلطان يفضلها على وحدة مثلك. شو رأيك؟ قصدك إنه فريال إلى قيمة أكتر؟ ولمعلوماتك جلالة السلطان مع هديك المرة بس مشان يعاقبني مو لأنه عاجبته. عم تواسي حالك يا هيام. السلطان عطاها المنديل البنفسجي. شو يعني؟ عطاها منديل بس مو رح جاب لها ولد لحضنا. صدقيني الولد جاي. ليش ما خبرتيني مبارح؟ ما حبيت اقلق راحتكم بالليل لأنه بعرف عم تكونوا مشغولين كتير بهالفترة. الحكيمة فحصته وكالعادة ما طلع بإيدها تعمل شي فعطته شوية مسكنات. أهلين بحبيبتي القلب. أخي شو اللي صاير معه؟ كان موجوع شوي بس هلأ صار منيح. تابعوا لي وضعه الصحي مع الحكمة بدقة وإذا صار معهم أي شيء بتخبروني فورا. عفيفة خانم. فيروزة ليش مع الأميرة مريم؟ هي بالأصل كانت بخدمتها قبل ما تنتقل يا مولاي، بس حبناها من الخدمة ونقلناها على مهجع المفضلات بناء على أوامر جلالتك. بس لأنه مولاتي السلطانة مريم وفيروزة كانوا يقضوا وقت مع بعضهم، مشان هيك عم نسمح لها تكون معها مشان ما نصير الشكوك. طيب تعال لقلبي حبيبي، تعال لعند ماما يا روحي. معقول يضل هيك عم يتوجع؟ مو طالع بإيدنا غير إنه ندعي له يا مريم. ليش شو مرضه سلطانة؟ بعتذر منك بس قلت بلكي بساعده بشي. وشو ممكن تعملي له؟ إيديها فيهن شي غريب. بارح وجعني راسي بس لما دلكته فوراً صبت. وبعدين؟ من بعد إذنك سلطانة خليني أجرب. ابني خلق وفي حدبة بظهره، الحكمة حاولوا كتير بس ما قدروا يفيدوا. سامحيني بس اللي بظهره مو حدبة يا مولاتي، بالمكان اللي ربيت فيه بيعتبروا هاي علامة بركة. سمو الأمير كان عايش مع الملائكة قبل ما يخلق ويصير معكم، واللي بظهره هاي أثر جناح. أي خداي أعلم، أي بخشندة، أي رحيم، أي مهربان طاريني مهربانا. شو اللي عملتي معه؟ ما عملت شي بس دعيت له يا مولاتي وتركت إيدي تحت رحمة وحماية الرب. بما أنه دعاكي مسموع ومستجاب عند ربنا بدي إياكي دائما تدعي له للأمير. أمرك مولاتي السلطانة، أنا بعرف المرهم الشافي
ورح ساعد أميرنا ليقدر ينامه بعمر. قولي شو هو لنجيب لك يا؟ لازم جهزه بإيدي. ماشي. أسماء؟ مولاتي السلطانة. شو اسمك؟ فيروزة. خدي فيروزة لعند رئيسة الحكمة، خليها تأمن لك كل شي بدها اياه. بدي المرهم يجهز بسرعة. مولاتي السلطانة. رستم آغا، قال في موضوع مستعجل، مزبوط هالحكي؟ أكيد، وإلا ما كنت عزبتك بالجي لهون. ليكون إبراهيم باشا أسس دولته وعين حاله زعيم عليها. مثل ما بتعرفي بكرة رايحين على الحملة يا مولاتي، فحبيت أقدم لك هدية قبل ما أروح على الحملة. هدية لألي؟ لا تواخذيني على جرأتي، بس بعتقد هالهدية رح تسعدك كتير وتفاجئك. والله أسرت فضولي بهالحكي، شو اللي جايبه؟ حبيت إنه تشوفيها بعيونك يا سلطانة. الهدية حصان يا رستم؟ أنا اخترت أفضل الأحصنة لحضرتك يا سلطانة، بس هديتي ما نحصان. شوفي مين هاي المرأة؟ هي انتي فريال؟ هي بذاتها يا سلطانة. وين لقيتوها؟ قالوا لي انه ماتت. لو ما وصلنا بالوقت المناسب كانت رح تموت. عرفت يا مولاتي إنك حابة توصلي لها، حبيت إنه ساعدك، وإذا تجاوزت حدودي فسامحيني. رستم آغا، ما بتتوقع بهديتك هي قدي قدرت هلأ تسعدني. كيفك فريال؟ طمنيني شلونك؟ من يوم ما لقيناها ما فتحت تمها ولا بكلمة، يمكن مصدومة من الشي اللي صار لها. لأنه اللي مر عليها مو قليل. فريال، رح كون معك ورح ساعدك على طول. سلمها لبرجم آغا وأمنوا لها كل شي بتحتاجه. لازم تخبوها بعيد عن الناس لحتى ترجع لطبيعتها. جيبوا له حكيم فورا. حاضر يا سلطانة. اهلا وسهلا فيك يا امير. شكرا سلطانة. نهي الدوران. نشكر الله إنه شفتي ابنك هون. شكراً هيام، مولاي السلطان طلب يشوف ابنه أول ما يوصل. إيه طبعاً يا أمير، قلت لهم يجهزوا لك جناح خاص لحضرتك، لأنه رح تضل معنا هون بدال ما تروح على الحملة. ما في لزوم، أنا رح أقعد بجناح السلطان. ست الكل، كيف صار ابني جيهانجير؟
الحمد لله ما بقى عم يوجعوا شي يا سلطانة. فيروزة، انتي الله بعت لي اياكي هدية. مدام قدرتي تعالجي لي ابني، انتي فيكي تطلبي مني يلي بدك اياه. مولاتي، بعد اذن حضرتك حابة كتير اني اطلع على الحديقة احيانا، لانه كتير اشتقت للسما والورد والتراب. ولا يهمك، وقت بدك قولي لكوثر، فيكي تطلعي امتى ما بدك. الله يحميكي مولاتي، شكرا لك. بعد اذنكم رح اخده نيمو بتاخده. طيب. سلطانة، الأمير مصطفى وصل من شوي هالقصر. شفته، قال بده يضل بالجناح الخاص بس يروح السلطان. قلنا رح نخلص منهم، قام رجعت هي وابنها فوق راسنا، مجبورين نتحملهم طول فترة الحملة. نادية، شو بده يصير فيها؟ ما عاد قادرة اتحملها، كل نفس بتاخده هو احتقار لإلي. حننطر ليروح مولاي السلطان، ساعتها منتحرك. حابة تكون عبرة لكل جارية مشان ولا وحدة تتجرأ وتقوم بهالشي وتفكر انه تتحداني او تقرب على مولاي مرة تانية. مولاي السلطان، تعالوا لعندي. عم يقولوا الحملة رح تطول، والله اني رح اشتاق لك. وانا رح اشتاق لكم كمان. طيب خليك هون معنا. مستحيل يا مريم، بابا ضروري يروح على الحملة. بابا انا كمان بدي اجي معك، بدي حالي. لا انت بتضل هون وانا بدي اروح على الحملة. بابا انا مو اكبر منه. تعال عندي. أسمع، بس يأمر مولاي رجعي الأولاد. مولاي خليكي شوي وياهم. ادخل. شو جابك لهون بهالوقت؟ ضروري إنه نحكي. وقت كنت عند السلطانة هيام سمعت عم تقول إنه نهاية نادية قربت ورح ينصبوا لها فخ. إيه أنا بعرف هالشي. لكن شو عم تستنوا؟ مو لازم تمنعوا هالشي؟ رح ساوي اللي بيطلع بإيدي. لازم تساوي شي، لأنه نادية ما إلها علاقة بهالموضوع. إذا بيصير لها شي بسببي ما رح أقدر سامح حالي أبدا، مستحيل أقدر أحمل ذنبها. فيروزة، مشان هيك أنت بدك تفتحي له قلبه لجلالة السلطان، بدك توقفي ضد هالظلم اللي حواليه، لأنه بجوز أنا هاللعبة ما أقدر أوقفها، وأكيد في حدا رح يدفع الثمن. نادية؟ لا تاكلي همها، رح أحميها حتى لو كلفتني روحي. وعديني بهالشي. بوعدك يا فيروزة. شو عم تساوي؟ اطلعي لبرا. يلا بسرعة روحي على شغلك. جيهان كتير متحسن اليوم، الحمد لله انه ما عاد توجع. في جارية بالقصر كأنه في بإيديها شفاء لوجعه، لما مسكته راح الوجع. يا ريت لو بتقدر تعالجه نهائيا. قلت لك لا تيأسي إلا ما نلاقي لنا شي حل. بكرة رح تروح.
ما رح يتغير شي، نحن اصلا مفترقين. صار لي مده مو قدراني اشوفك ولا عم اسمع صوتك. فرشتي صارت ما بتختلف عن القبر ابدا، كاني صرت عجوز والموت عم يحوم حواليي. سليمان قل لي الحقيقة، شعرت شي تجاه هديك المرأة؟ شو يا سليمان؟ بحاجة إنه أعرف هالشي. معقول تكون شعرت شي تجاهها لهديك اللي عطيتها المنديل البنفسجي؟ نهائياً. أنا كنت بعرف إنه قلبك وروحك بعشقي وحبي مختوم، ما في ولا وحدة رح تقدر إنه تاخدك مني.